مساء الخير بحلقة مغربية في المشهد، ونحن في المغرب في منزل ومكتب سياسي مغربي أعتقد أنه مثير للجدل كثيرا، وهو الياس العمري. الياس العمري هو الآن أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ولكن المشاهد معه تبدأ ربما من انتفاضة الخبز، وأيضا عن كل ما يحكى عن فكره، عن جدله، عن نقاشه، عن معارضته للحكومة الحالية. المشاهد التاريخية هي تبدأ من انتفاضة الخبز، وأيضا معارضته للملك حسن الثاني، وربما هو أيضا معارضة، لا نعرف تماما إذا هو معارضة أو موالي، سأسأله بشكل مباشر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيدة. أنت جدلي، يعني مثير للجدل، ونقرأ مقالات. أمس كان هناك مقال عنك في الصحف. أنت من؟ أنت أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، لكن أنت من؟ تصنف معارضة أم موالاة للحكم في المغرب؟ أصلا طبعا الآن أنا معارض للحكومة في المغرب، للحكومة الإسلامية. هي ليست حكومة إسلامية. أنا شخصيا، نحن بلد مسلم ولسنا بلد إسلامي لتكون عندنا حكومة إسلامية، لأن هناك فرق كبير ما بين حكومة إسلامية وما بين وزراء مسلمون. فأنا معارض لسياسة الحكومة، لمشروع الحكومة، مش لشخص رئيس الوزراء بن كيران أبدا. فأنا أحترم أشخاص، وأنا كنت دائما ضد شخصنة الصراع، أنا مع مؤسسة الصراع، وأنا ضد شخصنة ضد مشروع الصراع. الحكومة بماذا؟ يعني أي مشروع وأي إذا نستطيع أن لا، فكل حكومة في العالم تقدم برنامج انتخابي، وبعد ذلك تستخرج مشروع عمل من هذا البرنامج، ويتم التصويت عليه في البرلمان، وينتظرون المواطنات والمواطنين ينتظرون تطبيق هذا البرنامج. فحكومتنا المغربية قدمت برنامج للمغاربة، تكلمت فيه عن الرفاه الاقتصادي، وتكلمت فيه عن القضاء عن البطالة، وتكلمت فيه عن حل إشكالية التعليم ومشاكل الصحة والعلاقات الدولية إلى غير ذلك. فهذه الأمور إلى حدود الساعة، على بعد 6 أشهر من نهاية الولاية الحكومية، فنسبة النمو في انخفاض شديد، ونسبة البطالة في ارتفاع مهول إلى غير ذلك. فهذا المشروع نحن صوتنا ضده في الأول، وما زلنا إلى حدود الساعة ننتقده. حضرتك يساري ماركسي ابن فقيه ديني، فكنا نتحدث قبل المقابلة، قلت لي هذا لا يتعارض، يعني ابن فقيه ديني ويساري ماركسي. ولكن يعني قبل ذلك وقبل هذا الحزب، أنت بدأت في السياسة بعمر مبكر، ولكن الحلم للياس العمري الصغير كان أن يكون دركي، وتقول أنه كنت تريد أن تكون دركي لتسمح للناس في الحي اللي أنت منه أن يشاهدوا طرزان، يعني هذه الشخصية الأسطورية للأولاد. لماذا طرزان؟ يعني وماذا بقي من طرزان في الياس العمري؟ أنا ابن الريف، ابن الريف، ابن البادية. فالريف عندنا في المغرب هم الناس الذين يسكنون في الجبل، بعيدين عن الطريق السيارة أولا، وبعيدين عن الكهرباء وعن الماء وعن ما نسميه الآن بالحضارة، رغم أننا كنا متحضرين أكثر. كنا متحضرين أكثر. فكان لدينا في البلد مقهى واحد فيه تلفزيون صغير بالأسود والأبيض يشتغل بالبطاريات، والقناة الواحدة اللي كنا هي إسبانيا، حتى القناة المغربية لم تكن تصل طبعا. وكانت هذه القناة الإسبانية تصل بالكسكاس، يعني وليس فكان كل يوم سبت يكون مسلسل، حلقة من مسلسل طارزان.
كن كانوا كل شباب القرية يذهبون لمشاهدة التارزان، ويبتدي هذا المسلسل على الساعة 5 مساء وينتهي على الساعة 7. فقبل الانتهاء يأتون الدرك ويأخذون الشباب للسوق على أساس يقومون بتكنيس السوق الأسبوعي الموجود على بعد 5 كيلومتر. وأنا كنت أتألم كطفل سني لا يتجاوز 10 سنوات على أن أرى شباب بلدي يؤخذون من المقهى كخرفان وبطريقة لا إنسانية ويمارس عليهم هذا العمل. فكنت أطلب بأن أكون بعد الدراسة دركي لأسمح لشباب قريتي أن يرون أن يشاهدوا تارزان بدون هذه الأعمال الشاقة التي كانوا يمارسونها، لأن بالنسبة للعالم هو تارزان، ليس هناك عالم آخر، فكل ما هنالك المدرسة التي أدرس فيها والمقهى موجودة في القرية وتارزان الذي سيأتي في التلفزيون والدرك، فهذا ما هذا هو كان العالم، هذا كان العالم بالنسبة طيب. لهذه المنطقة في الريف طبعا هناك تاريخ سياسي ومعارض، يعني هناك انتفاضة الخبز، انتفاضة الجوع وإلى آخره، وقد سماكم الملك حسن الثاني عذرا، يعني كان تسمي أنتم الأوباش، وعاقب هذه المنطقة، أعتقد أنه لم يزرها أبدا يعني بعد طبعا. ما هي المشاهد من الانتفاضات التي عشتها في ذلك؟ طبعا أنا عشت أول مظاهرة في 79 قبل 84، وكان سني أنذاك تقريبا 12 سنة، وأنا ما زلت أدرس في البادية لمظاهرة الفلاحين عندنا احتجاجا على الحكومة التي كانت تحفر لبناء سد محمد بن عبد الكريم الخطابي في قريتي، وكيف وجهت من طرف الأمن بالقمع، وتم اعتقال الذين تظاهروا وحكم على أحد الفلاحين ب3 سنوات سجن، وهو من القرية وكنت أعرفه شخصيا، وأنا كان إنسان كما يقول المصريين جدع، كان إنسان واللبنانيين أبضاي فلكن نقولوا عجز، يعني نقول بالأمازيغي عجز هاريز. فعشت هذا الظلم. ففي 84 شاركت كتلميذ في الإعداد في الانتفاضة، كانت احتجاجا ابتدأت في نهاية 83 في ديسمبر 83 واستمرت في يناير 84 احتجاجا أولا على التهميش، واحتجاجا سموها انتفاضة الجوع، هي سميت في مناطق أخرى من المغرب لأن كانت شاملة، كانت في الحسيمة وفي الرباط وفي طنجة وفي تطوان وفي غيرها، وفي الناظور وفي وجدة وفي فاس وفي غيرها من المدن المغربية. هي في الحقيقة جاءت متزامنة لمجموعة من الأحداث، أولا المخطط الهيكلي آنذاك، تم الزيادة في الأسعار وفي كذا، لأن كانت هناك أزمة خانقة وهناك إملاءات من طرف المؤسسات المالية الدولية على الإضافة في الأسعار المواد الأساسية في الحليب والسكر وكذا وكذا، إضافة على استضافة المغرب للقمة الإسلامية، إضافة لمجموعة من الأحداث الوطنية يعني الداخلية. ماذا حصل وكذا؟ فعلا؟ يعني الناس نزلت على الشارع، نحن نزلنا عن الشارع أولا نطالب بتعليم مجاني ومنتج وديمقراطي لجميع التلميذات والتلاميذ، ونطالب بالحرية والديمقراطية، كما أننا كنا نطالب برغيف خبز، لأن كان أغلب التلاميذ من الأسر الفقيرة محرومين من الداخلي، يعني من القسم الداخلي، وأنا كنت من هؤلاء، حرمت حتى أنا
من القسم الداخلي، وأنا ابن فقيه لديه 12 ولد. ولد وبنت. فنزلنا للاحتشاش، ولكن ما يحضرني هو أنني في الأول ترددت هل أنزل أو لا أنزل، فذهبت إلى قريتي، وفي الطريق إلى البيت تصادفت مع أبويا فسألني: لماذا أنت هنا يا ولدي في يوم الدراسة؟ قلت له: يا أبي، إن التلاميذ قد نزلوا إلى الشارع يحتجون، فأنا لا أعرف ماذا سأفعل، لأن ليست هناك دراسة، هناك احتجاج في الشوارع. فقال لي: يا ولدي، اذهب حيث يوجد أصدقائك. فأنا أريد أن تكون رجلا. فانطلقت وذهبت إلى هذه الانتفاضة. لكن فيما بعد حكمت، يعني أجبرت بأن تقوم بعمل سياسي سري كما قيل، وقد كانت التهمة حقيقة أنك مزقت العلم المغربي. هذا بعد ما تم طردي في سنة 84 ما بعد الانتفاضة من المؤسسة التي كنت أدرس فيها، تم طردي وذهبت إلى مدينة، كنت هذا كان في مدينة إمزورا، وذهبت إلى مدينة الحسيمة التي تبعد نعم. عن اللي صار فيها زلزال فيما بعد شهير. فهناك أيضا استمريت في العمل النضالي بالدفاع عن حقوق بسيطة جدا. لم نكن ندافع عن شيء كثير، كنا نريد تعليم في مستوانا، ونريد توفير شروط حد أدنى من الحياة ومن الكرامة. فكنا نجابه دائما بالقمع، كنا نجابه بالضرب، كنا نجابه بالخيانات، كنا نجابه بالتهم. لست أنا لوحدي، فيتم اعتقال تلميذات، تم اعتقال صديقات كثيرات، وتعذيبهن في المخافر الشرطة، واعتقال أصدقاء ومناضلين ومناضلات فقط لأنهم طالبوا بالخبز والتعليم. لأنهم طالبوا بأقل من الخبز. كنا نطالب بأقل من الخبز، نطالب بحياة فيها الحد الأدنى من الكرامة. فنجابه بما جوبهن به. في ذلك الوقت كانت الاعتقالات عشوائية، وكانت الدولة تقول بأن وراء هذه المظاهرات والحركات تنظيم معين، كانت تسعى لاعتقال التنظيم، وكانت واهمة الدولة حينما لم يكن هناك أي تنظيم أبداً ولا أحزاب خفية أبداً أبداً أبداً. كانت آنذاك تبحث عن تنظيم وهمي. فتقوم باعتقالات عشوائية وبمحاكمات صورية وعشوائية. ففي أحد الأيام تم اعتقال ناس من مختلف المستويات، أساتذة وأطباء وتلاميذ، وقالوا بأن هذا هو التنظيم. فلم يستطيعوا إثبات ذلك، لم يستطيعوا إثبات ذلك ولا حتى إعطاء اسم معين لهذا التنظيم. فقالوا: ماذا، بأي تهمة سنحاكم الآن هؤلاء؟ فقالوا: سنحاكمهم بالتهم التالية: المس بشخصية الملك، الانتماء إلى منظمة سرية سرية، يقولون سرية، التظاهر الغير مرخص، واستهلاك المخدرات وحيازتها، وحرق العلم الوطني. فهذه التهم نحن آنذاك يساريين كنا نعرف كان يستعملهم نظام الشاه في إيران قبل ذلك يعني، وتستعملها أنظمة أخرى، وما زالت تستعملها، ما زالت تستعمل إلى حدود الساعة. لذلك لم نتفاجأ بهذه التهم. فحكم على من اعتقل بخمسة سنوات سجن النافذة، وعلى من لم يستطيعوا اعتقاله مثلي أنا وأحد الرفاق كيف هربت؟ بطريقة عادية
حينما اعتقل الأصدقاء في تلك الليلة المشؤومة على الساعة 3 الصبح، لم أكن معهم رغم أنني كنت مدعو لنفس الاجتماع للعشاء. لا لا، كنا مدعوين للعشاء عند أحد الأصدقاء، فأنا اعتذرت في آخر اللحظة ليه؟ هكذا فقط، لا أعرف إلى حدود الساعة، اعتذرت. فقلت لصديقي هذا: أنا لا أحب الولائم، وبالساعة بالفعل أنا لا أحب الولائم. فهذا العشاء كان بمناسبة ازدياد بنت لدى أحد الأصدقاء. فحينما خرجوا الرفاق من عند الصديق من بيته، تم يعني الاعتقالهم من بيوتهم، ولكن تمت مراقبتهم من بيت هذا الصديق إلى بيوتهم. إذن هناك خيانة يعني؟ لا لا، أحدهم قال أن لا لا أبداً, 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 أبدا لم تكن هناك خيانة. فكانوا يبحثون عنا ويراقبوننا باستمرار. لذلك أنا في تلك الليلة هاجموا على بيتنا في الريف. وأنت لم تكن هناك؟ أنا لم أكن. هم قالوا بأنني موجود هناك، فتم اعتقال أخويا وأخذوه رهينة على أساس أن أستسلم. فطلبوا صورة من أمي، فحتى اسمي يبحثون عن اسمين. أنا كانت عندي أسماء. كان عندك عدة أسماء؟ طبعا. مثل ماذا لا يعني؟ كان اسم الشهرة، كان اسمي الحقيقة هو إلياس، وكان مناضلين يقولوا لي أني أعمار. أعمار يعني مثل عندكم عمر، ولكن عمار بالأمازيغية. حينما اعتقلوا أخوي هو، ناس من الريف من القبيلة أرسلوني رسالة عبر أحد الأصدقاء: اهرب، فإن أخوك قد اعتقل وأنت مبحوث عنك في كل مكان. فذهبت أهرب من هنا وهنا حتى وصلت إلى مدينة فاس راجلا، ثم من بعدها على مدينة طنجة مباشرة. فمكثت في مدينة طنجة مدة معينة حتى أعرف كيف تسير الأمور. عند أصدقاء يعني في طنجة؟ طبعا. احنا كان عندنا أصدقاء في كل مكان. فمكثت في بيت في مدينة طنجة. مباشرة كان بعض الرفاق موجودين في خارج الوطن يحثوني على مغادرة المغرب للمنفى، لأن واحد من رفاقي كان قد غادر قبل مني. يعني بحرا إلى إسبانيا. بحرا يعني إلى إسبانيا. هذا هو الهدف. وأنا رفضت. فقلت للرفاق: إذا كان الحكم أكثر من 3 سنوات سأغادر، ولكن إذا كان أقل من 3 سنوات فأفضل السجن والمقاومة داخليا على المغادرة. فكان الحكم 5 سنوات، فقالوا لي: الآن ستغادر، يجب أن تغادر حالا. فرفضت. فقلت لا. حينما قررت النضال، قررت المقاومة. فمكثت. كيف؟ شو يعني العمل السياسي السري؟ يعني أنا أفهم يعني عمل مقاومة بمعنى أنه الإنسان يتخفى، يعمل شيء، يحث على مظاهرة، ربما يحط متفجرات صغيرة. لا، ليس متفجرات. شو ماذا يعني العمل السياسي السري؟ العمل السياسي السري هو بشكل بسيط: حينما حكمت غيابيا ب5 سنوات، لا يمكن أن أجلس في بيت لا أعمل شيئا، فغيرت اسمي وغيرت شكلي. طبعا تركت يعني تركت لحيتي، فغيرت طريقة لبسي وطريقة قص شعري، وغيرت اسمي. وكنت أكتب في مجلة اليوم السابعة لبلال الحسن باسم مستعار، أرسل مقالات باسم اللي هو مستعار. كان الإمنودي، لأن قريتي اسمها إمنود، فكنت وقع بالإمنودي. كنت وقع بالإمنودي. فابتدأت بتنظيم الطلبة وبالمظاهرة معهم،
ومن طنجة إلى فاس، ومن فاس إلى الرباط في نفس السنة. ياس العمري، نحن يعني لن نستطيع أن نكمل كل المسيرة، ولكن هناك يعني أمور أحب أن يعني نتذكرها سويا وهي مهمة في تاريخ المغرب. طبعا سجن تازمامارت هو يعني أعتقد أنه رمز للقمع وللاعتقال وللتعذيب، ولا نعرف حقيقة إذا كان هذا الأمر صحيح أو لا، هناك الكثير والحكايات الكثيرة. ولكن أنت نشرت رسالة من معتقل بوقتها أخذت يعني أعتقد قصة كبيرة، وعرفتم ماذا يحصل حقيقة في هذا السجن. أنا سأحاول أن أجد اللي سربتها هي زوجة هذا المعتقل اللي اسمه محمد الرايس، وهو قد قتل في هذا السجن. لا أم نجا من السجن؟ نجا. نعم، فهي يعني كيف وصلت هذه الرسالة إليك؟ كيف كانت ردة فعل الصحفيين؟ لا، أولا تتصمم مارت حقيقة حقيقة، والآن هي من جملة المراكز التي تم حفظها في إطار الذاكرة. هي حقيقة، ولكن لا نعرف حجم التعذيب الحقيقي. حجم التعذيب الحقيقي. ولماذا قتل الناس؟ هذه يعني هذه القصة حقيقة بعد العفو الذي صدر في 89 وخروج مجموعة من المعتقلين وعودة بعض المنفيين، كان نقاش عندنا حول العمل السياسي. هل سننتقل من السرية إلى العلنية؟ هل سننتقل من العلنية إلى الشرعية؟ وهذا النقاش هو الذي كان السبب في صدور جريدة المواطن، وأنا كنت آنذاك من المجموعة التي ساهمت في هذا النقاش وفي إصدار هذه الجريدة، بل عنوان الجريدة ومقرها كان في الشركة التي كنت دار للنشر آنذاك، أسستها مع أحد الأصدقاء الذي هو كان مدير للجريدة والمناضلة خديجة الرايس زوجة الرايس الذي كان معتقلا آنذاك في سجن تازمامارت سيء الذكر. جاءتنا برسالة، كانت لأول مرة رسالة. كان مسموح الرسائل بها؟ لا لا لا، أنا إلى حدود الساعة ما سألت، لم تعرف كيف وصلت هذه خديجة، ما سألتها كيف حصلتها، ولا أريد أن أعرف كيف حصلت أستاذة لماذا خديجة. لا تريد أن تعرف؟ أنا أريد أن أعرف. فخديجة جاءت بالرسالة إلينا وكان لدينا نقاش. يعني هو هي رسالة من زوجها إليها، رسالة من زوجها إليها يقول لها ماذا يحصل في تازمامارت. قال لها نحن دخلنا إلى تازمامارت العدد كذا بعد انقلاب الصخيرات، بعد انقلاب الصخيرات والانقلاب الثاني، لأن هادو الذين اعتقلوا الذين على إثر محاولتين انقلابيتين، يعني 71 و 72 صحيح. فاليوم يقول لها في الرسالة نحن نعيش هكذا بعد أن ماتوا الرفاق التالي اسمه. فكانت بالنسبة لنا صدمة، لم تكن تعرف لكن شيء من الناس. كنا نعرف بأن هناك تازمامارت، وتكلمنا كثيرا عن سجن تازمامارت، إن هذه قلعة عسكرية موجودة في جنوب المغرب في منطقة الرشيدية، تكلمنا عنها كثيرا، ولكن المعاناة الداخلية، هل المعتقلين مرحلين هناك على قيد الحياة أم لا، أم ماتوا ومعدموا، لا نعرف شيئا. كل ما نعرفه بأن هناك معتقلين للمحاولتين الانقلابيتين وهناك آخرين، ولكن من هم وكيف إلى غير ذلك لا نعرف شيئا. كان الكلام في أوروبا على تازمامارت، فكريستين الشرفاتي زوجة المرحوم المرحومة كريستين زوجة المرحوم إبراهيم الشرفاتي قد تكلمت كذا، حتى مدام ميتيران قد تكلمت على تازمامارت، ولكن حجم المعاناة، عدد الشهداء كانت وعدد الأحياء لم يكن أي واحد يعرف. نشرتوها؟ نشرناها
نشرناها في العدد الأول ومنع العدد الأول. منع بسيطة ولكن لم تعتقلوا؟ لا أنا لم أكن مديرا، ما زلت نعم. أتذكر وأحكي لك، تقولون في مصر يكون حدوتة، أحكي لك قصة. إيه قصة صغيرة. فأنا حينما منع العدد وصدر أمر من طرف رئيس الوزير الأول آنذاك ونفذه وزير الداخلية، مدير النشر اختفى على الأنظار لأن كان مبحوثا نعم. وهو المناضل عمر الزيدي، وأنا جلست في المكتب. بعد يومين من النشر دخلوا عندي كثير من الناس، نساء رجال، بعض الشباب الشابات، فاستقبلتهم قالوا لي هذا هو عنوان مقر جريدة المواطن؟ قلت لهم نعم. قالوا لي هل هناك مسؤول؟ قلت لهم أنا المسؤول، هذه الحد، قلت لهم أنا المسؤول، تفضلوا. فكان المكتب صغير فهم كانوا كثير، فتفضلوا. فقلت من تكونون؟ قالوا يا نحن عائلة الذين أعلنتم عن موتهم في تصميم النار. أنا زوجة فلان، أنا ابن فلان، ابنة فلان. فصدمت، فقلت لهم طبعا طبعا، ولكن أنا لست المدير. فالمدير ليس هنا. فانفجروا بالبكاء. طالبوني هل ما نشرناه حقيقة؟ هل هذه الرسالة حقيقة؟ لأنها وصلت للناس، يعني رغم منع العدد. حيث العدد وزع بعد توزيعه في يومين منع. أوكي. قالوا لي تصور زوجة تقول لي هل زوجي مات؟ من أين أتيت بالخبر؟ والشاب هل أبوي مات؟ من أين أتيت بالخبر؟ والرجل الكاهل يقول هل ابني مات؟ طيب هذه الرسالة فيما بعد عندما كشفت وثائق تزمامارت كانت صحيحة؟ كانت حقيقية؟ يعني أسماء كانت حقيقية؟ أسماء حقيقية، وأنا لا أريد أن أقول لهم، لأن قلت لهم نحن عندنا رسالة ونعتبرها حقيقية ونشرناها. فقالوا لي من أين أتتكم هذه الرسالة؟ فلا يمكن أن أقول من أين. وهنا سأسجل موقف رائع للأستاذة خديجة الرايس. جاءت عندي فقالت لي أنا مستعدة أن أقول للعالم بأنني صاحبة الرسالة. إذا كان هناك مكروه فأنا أستعد أن أتحمل بوحدي. فقلت له لا يا أستاذة خديجة، لا يمكن لأي كان أن يعرف بأنك مصدر الرسالة. زوجها إذن خرج من السجن. خرج. ولم يقل لكم من أين كيف؟ لا خرج. كيف لا خرج. لا قال وكتب مذكراته وقال. وتكلم عن هذه الرسالة. تكلم عن الرسائل، كيف كانت الرسائل؟ تمر من رجال الأمن. تمر من الحراس. من رجال الأمن. الذين يحرسون. طبعا هناك قضية أخرى أستاذ الياس العمري، هي قضية جمعية إزالة الغازات السامة، أو نستطيع أن نقول نتائج الغازات السامة التي يعني الإسبان استعملوها في منطقتكم في الشمال سنة 21 أعتقد. طبعا 21، ما بين سنة 21 و27 من القرن الماضي. طيب كيف صار هذه يعني الغازات، يعني هل بقيت نتائج هذه الغازات لسنوات 80 و90 و2000؟ إذا سمحت لي ممكن آتي بكتاب هو أمامي. يعني في 94 من سنة 1994 من القرن الماضي جاءني أحد الأصدقاء وهو محامي في إسبانيا. وهو إسباني؟ لا، فهو مغربي. مغربي في من إسبانيا. الريف، من عندنا. نعم. من المنطقة، اسمه الشراط الخطابي عبد الصادق، وأنا تكلمت عنه في الكتاب. جاءني بكتاب مكتوب بالألمانية. قال لي يا أستاذ الياس، أنت تهتم كثيرا بتاريخ منطقتك وبتاريخ بلدك، أنا عندي كتاب بالألمانية يتكلم عن فضائع خطيرة جدا،
هي وسبب الأمراض المنتشرة بكثرة، بالخصوص مرض السرطان المنتشر بكثرة في منطقة الشمال المملكة. فخذ هذا الكتاب وانشره. فسألت هل عندك رخصة؟ قال لي نعم عندي إجازة لترجمته. إجازة لترجمته. فاتصلت بأحد الأصدقاء وهو مناضل من اليسار اسمه الأستاذ عبد العزيز لودي، هو أتاني بأحد أصدقائه وهو مترجم من الألمانية إلى العربية اسمه عبد العالي المراني، فقمنا بترجمة هذا الكتاب الذي أمامكم، حرب الغازات السامة بالمغرب، عبد الكريم الخطابي في مواجهة السلاح الكيميائي. فقمنا بترجمة هذا الكتاب في سنة، أتممنا ترجمة في سنة 95 ونشرناه في 96. الذي يقول أن الإسبان استعملوا غاز سام، استعملوا غازات محظورة دوليا كان يسمى بالغاز الأصفر، إنتاج ألماني، فاستعملوه الإسبان بتشجيع فرنسي وبريطاني وأمريكي، لأن إسبانيا كانت بحاجة لغاز في ألمانيا، ولكن بحاجة لتكنولوجية استعمال الغاز من طائرات ومن وقاية إلى غير ذلك، وهذه التكنولوجيا والوقاية هي موجودة فرنسيا وبريطانيا وأمريكيا. وكانت الجريمة، فقتلوا الإنسان والشجر والهواء ولوثوا المنطقة بكاملها. فعبد الكريم الخطابي، محمد بن عبد الكريم الخطابي، سلم نفسه للفرنسيين لإنقاذ الحياة في شمال المغرب. فحينما قرأت وبالوثائق ما نشر، وهنا وثائق يعني ليس كلام فقط، لا لا وثائق، نشرنا من 5000 نسخة طبعا، وعملت الغلاف أصفر، أصفر لأنه الغاز أصفر، الغاز الأصفر. فقمنا بجولة عبر تراب المغرب، لأننا ذا كنت ممنوع من السفر، كنت ممنوع من السفر خارج المغرب. فهناك من رحب بالفكرة، قال ربما، وهناك من قال، كانت الأغلبية، هذا كلام خرافات، لا يمكن أن تكون هناك علاقة سببية ما بين السرطان وما بين الغاز المستعمل، ولا ممكن. نعم سيد العمري، سنتحدث أكثر عن يعني المواضيع الأقرب يعني في التاريخ إذا سمحت. يقال أن هناك خلاف بينك وبين الشباب ثورة 11 فبراير، صحيح؟ أبدا، فلا يمكن أن يكون، أن أختلف مع ولدي. فولدي الآن سنه تقريبا 25 سنة، كان من الشباب الذين خرجوا يحتجون عن الوضع، فأنا أيضا كنت مثلهم. فأنا خرجت من الشوارع. لماذا تتحدث يعني بعض المواقع تتحدث عن خلاف بينك وبين هؤلاء الشباب؟ هناك كان هناك خلاف وما زال مستمر مع بعض التوجهات السياسية التي كانت حاضرة في الحراك الاجتماعي، يعني وما زال هذا الاختلاف مستمر. طبعا العنوان للعالم خارج المغرب وربما الداخل، عنوان يعني القساوة في النظام، كان اسم إدريس البصري. حقيقة أنت التقيت به فيما بعد، التقيت فيه كم مرة؟ لا، وماذا حصل؟ أنا إدريس البصري يعني هو كان وزير، يسمونه بوزير القوي، ويسمونه وزارة الداخلية بأم الوزارات. فأنا التقيت مرتين، مرة في إطار لجنة مطالبة بإطلاق سراح المناضل أحمد البلعيشي الذي اعتقل على إثر برنامج تلفزيوني في 92 بمعية مناضلين ومناضلات في الإطارات الحقوقية آنذاك في المغرب، ولكن لم ألتقي هكذا، التقينا في إطار مطالبة بإطلاق صراح المناضل أحمد البلعيشي، ومرة ثانية في 99 وبعدها بقليل
بالليل عندما أخرج من الحكم. عندما أخرج من الحكم كنا في شارع محمد الخامس قرب البرلمان. أنا كنت أشتري الجرائد عند بائع جرائد، وهو وقف مع سائقه بالسيارة ونزل يأخذ الجرائد، فتقابلت إنه وكان يعرفني بالصورة، وأنا كنت أعرفه طبعا، ومن لا يعرف الوزير القوي كما كان. فقال لي: ما أعرف هل أنت هنا وكيف تراني أو شيء من هذا القبيل. فقلت له: سيدي، أنا لست ضدك، أنا ضد أسلوبكم في الحكم، وأنا أنتصر دائما الذين أنتصر للرأي القائل بمأسسة الصراع وليس بشخصنة الصراع. أنت مجرد أداة، شخص داخل آلة، فأنا أختلف مع تلك الآلة وأريد أن أصلح تلك الآلة. قال مبتسما: على الأقل اليوم يكلمونني الذين كانوا ضدي وكنت قاسي معهم، ما أما الذين كنت أحميهم وأنا صاحب الخير عليهم، هؤلاء اليوم يشتمونني. فقلت: فذلك خياركم. هذا درس للحياة ربما. فذلك خياركم. أنا شخصيا كما قلت لك سيدتي، تربيتي في عائلتي وتربيتي في وسط المناضلين أنني لا أشمت في أي كان ولا أشتم أي كان، بل من توصيات أبي، أحد التوصيات الأساسية قال لي: يا ولدي، اترك على من تسلم حينما تكون وأنت طالع، لأن يوما ما ستنزل يا ولدي، واترك على من تسلم. لأن أبي أعطاني ثلاثة وأنا صغير جدا حكم، الأولى دي والثانية، قال: يا ولدي، لا ترتبط بالمال، فإذا ارتبطت بالمال فاليوم الذي لا يكون عندك ستقوم بسرقته. والنقطة الثانية قال: يا ولدي، لا ترتبط بالسلطة، فاليوم التي ستشال منك ستتشبث بها وستقتل من أجلها. الشيء الثالث قال: يا ولدي، لا ترتبط بالجمال، لا ترتبط بامرأة جميلة، ترتبط لأنها جميلة، لأن حينما يذهب الجمال وهذه المرأة ستمرض ستتركها. بس ارتباطك بالمال، أنت غني؟ لست غنيا، وأنت عندي أنا يقال أنك صاحب ثروة. لا، يقال شيء أنني صاحب هذه الكتب. أنا حياتي لم أشتغل في الدولة ولا في قطاع حكومي ولا معي قطاع حكومي. أنا كان ماهيتي يعني منصلغ في قبل راتبي. يعني راتبي قبل 2003 من 97 إلى غير ذلك كان 12,000 إلى 15,000 دولار في الشهر. وزوجتي مهندسة. لا، وما يقولون. طيب، النقطة الثانية، السلطة. يقال أنك الرجل نافذ جدا في المغرب، يعني عندما نأتي كما أتينا نحن للبي بي سي إلى المغرب، طبعا هناك المسؤولين، رئيس الحكومة والمعارض الأبرز إلياس العمر، يعني أنت رجل سلطة في النهاية. ربما أنا وأمين عام حزب. لا، ربما أنا معارض مبرز أو غير مبرز، هذه مسألة نسبية. أنا قلت لك سيدتي بأنني أنا ضد شخصنة الصراع مع كامل الأسف. ما نعيشه اليوم في العالم وبالخصوص عندنا في المغرب هو نجعل من الصراع صراع أشخاص وليس صراع مؤسسات، وهذا خطير لا جدا. بس السلطة أيضا الإعلام، أنت أسست مجموعة إعلامية أنا يعني طبعا آخر ساعة. لا، لأنني سيدتي أنت ليس اليوم، أنت سألتني بأن في 90 من القرن الماضي وأنا في جريدة اسمها المواطن، فأنا لست اليوم في الإعلام، فأنا لم آتي اليوم من عالم آخر لأسس الإعلام. يعني لا تسعى فأنا للسلطة. فأنا شغلي وحياتي كلها كانت في النشر والإعلام،
ولم أشتغل شغلانة أخرى من غير النشر والإعلام. عن جمال النساء يعني أتمنى أن تكون زوجتك جميلة والله حتى الآن. والله لا غير موجودة الآن. كنت ستكون رئيس حكومة المقبل يعني عندما أتي بعد انتخابات أكتوبر، ممكن أن تكون أنت رئيس الحكومة؟ مكانة لا أدعي، شرف لا أستحقه ومكانة لا أدعيها. ياسر العمري شكرا لوجودك معنا ببرنامج المشهد على البي بي سي. شكرا للمشاهدين لوفاء، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل.